أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. يمع توبك يلي سبحانه وتعالى تآية التليامها سورة الفيل إلي يلي سبحانه وتعالى إيامها ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل نبي محمد وكربي أبي متبلنا كربي أصحاب الفيل كعبد قلوه قدته تنبوتك بمي متاريقنا متبلنا إيه اللي سبحانه وتعالى محابه ألم يجعل كيدهم في تضليل يلي سبحانه وتعالى كنوا ممبلا في نعما بنا كنوا ممبلا سهدب يسنه سهدب بارو راعي سنه كعبق لنه مكة ننقبت هنه انتهتا أمم بلا يلقسقين هي متبلنا يلي كينك في نعسمه ألم يجعل كيدهم في تضليل كنوا ممبلا هود كينك ما بنا فينع كينك ما بنا وأرسل عليهم طيرا أبابيل وهود كيني هادي محروق تنيه كم بلا راحت كين هسك الله في نعسه كن حب محروق تنيه وأرسل كين الروبي عليهم كنمل طيرا هذا كمبر أبابيل بتبت ستة كتيته تن هذا كين الروبي دي قاله اللي سبحانه وتعالى وهذا وكمبر محكين كبته ترميهم بحجارة من سجيل ديتي تتاكل لك ينهيان ديتي جهنم الله على عينه نيني كل نمو علامة الدئ كينه نيني هي أتاكن دي قال يلي سبحانه وتعالى تن الكن بيسي فجعلهم كن به كعصف مأكول بعري سعكم ماي حفاكي حفولي ويكا كنتن ينكم مهي فينعيك هي بتروروك هي يكمين مكرعتمي حفكا سعدك عدت حسرها حسينه نين هي كنبم متى دغنا يلي سبحانه وتعالى استطاعت حنتي حدك يلي هنا عوصلت ترتي اسن حدك كادو يلا تتريه امرا يلي تمنى الدقالة نكي يا ربي سبحانه وتعالى.